أسوأ أنواع النساء. أولا تدفن الحسنات وتفشي السيئات ولا تصبر على النكبات، إذا خرجت تبرجت وإذا دخلت تقشفت، كلامها وعيد وصوتها شديد، تبكي من غير سبب وتضحك من غير عجب، تعين الزمان على زوجها، إن دخل زوجها خرجت وإن خرج دخلت، طفلها جائع وفرضها ضائع، زوجها ندمان تشتكي وهي ظالمة، لسانها طويل وثوبها قصير، الممراض المحياض. وأفضل أنواع النساء هي التي ترضي ربها وتدلل زوجها ولا تفارق بيتها وتصلي خمسها ولا تخرج سرها ولا يسمع صوتها، لوليدها مرضعة حانية وبيتها جنة دانية، إذا وجدت من زوجها خيرا شكرت، وإن رأت منه شرا صبرت، وإن دخل عليها زوجها تبسمت، وإن خرج من بيتها حزنت، وإن غضب زوجها تحملت، إن أقبلت عليه أعجبته، وإن غاب عنها حفظته، وإن رأت عيبه سترته، وإن اعتذر منها عذرته. سلام عليكم.